الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المقطع الثاني الآن، استكمال المقطع الأول الذي قدمته قبل قليل تحت عنوان استخدام أوامر برنامج الإكسل في تقدير معلومات نموذج خطي بسيط مربعات سرعة اعتيادية. وقد وصلنا إلى النتائج البسيطة الآتية، أنه A هات هذه A تساوي 13.6435 كما قدرناها بطريقة يعني وضع المصفوفة X ثم X transpose ثم ضرب X transpose X ثم عكسها اللي هو يعني معكوس المصفوفة، ثم طبعا حسبنا X transpose Y، ضربنا المصفوفة X transpose X inverse ب X transpose Y، وجدنا بأن قيم A هات و B هات تساوي 13.6435 لA هات وسالب 1.1932 لB هات. الآن سأستكمل، سنجد هنا في هذه الخانة راح أني الآن أضع ما يسمى ب Y هات، وطبعا هنا Y هات بالنسبة لي اللي هي Y المقدرة، سأجعل كلمة هات هنا هي عبارة عن هذه هنا، وطبعا هوم أجعلها سبسكريبت حتى تبين. أوكي، فالآن هذه واي هات كلها. الآن أجعل كذلك الأمر بأنها هي عبارة عن تايم رومان حتى هذا. أوكي، نكبرها شوية بالحجم، هذا هو كم 14، هذا 14 ممتاز. الآن واي هات إيش تساوي؟ واي هات تساوي الآن هنا تساوي أول شيء A هات اللي هي 13.64435 سالب 1.1932، لكن مضروبة بماذا؟ هاي الآن إشارة الضرب اللي هي النجمة، هذه مضروبة في X. إذن بعد ما أضع هذه القيمة هنا أضغط Enter، تطلع عند القيمة الأولانية المقدرة بقى، يعني آتي على المربع البسيط هذا، لاحظوا المربع هنا، هذا المستطيل كله لونه أخضر غامق تقريبا الخط تبعه، ولكن في عندي المربع البسيط هذا، عندما تظهر إشارة الصليب هنا أو الزائد بضغط عليها وبنزل لآخر إشي حتى يأخذ كل الخانات بعين الاعتبار، فأعطاني تقدير الآن Y I hat. هذه الآن هذه الواي الفعلية، هاي واي اي هات الفعلية. خلينا الآن أكبر الرقم هنا، أخليه بمقدار 14 حتى يكون متناسب. الآن ما هو الخطأ؟ الفرق بيناتهم هو الخطأ. اي سأضع هنا اي ثم اي بسيطة، وأجعل الاي الآن سبسكريبت حتى يبين أنه مقدرة. أوكي، وأضعها في الوسط، ثم أكبر الحجم ل 14 وأغير إلى نمط الخط إلى تايم رومان، ثم بولد وهكذا. الآن ما هو اي اي هات؟ هي تساوي واي اي هذه ناقص هذه، إذن عبارة هذه تساوي، بضع إشارة تساوي هنا هذه، بعد إشارة سالب هذه تساوي، انتهى. أوكي، أعطاني الآن الفرق بيناتهم، لاحظوا الآن الفرق بين يعني هذه الفعلية وهذه المقدرة، الفرق بيناتهم كانت 1.5365. الآن أريد أن يعني أطبق هذه الفورمولا اللي هي الصيغة هاي التي وضعناها هنا بي 2 ناقص سي 2 على كل الخانات، يعني كل بي 2 ناقص سي 2، بي 3 ناقص سي 3، بي 4 وهكذا، آتي على المربع هذا البسيط في المستطيل ثم أسحبه إلى الأخير وطلع عندي كل القيمة التي أحتاجها. عندي هاي إي هات أضعها في المنتصف، أكبر الحجم إلى 14 كما ذكرت لكم، أو أطلع الآن عندي قيم إي آي اللي هي هات المقدرة. لاحظوا يجب نظريا طبعا، لأنه إحنا مرات نأخذ بين الاعتبار أنه ما نقربش كثير، لكن من ناحية نظرية يجب أن يكون مجموع هذه القيم يساوي صفر، لأن هي انحراف القيم عن وسطها الحسابي. الآن نريد أن نحسب ما يسمى تباين هذه الأخطاء. تباين الآن لابد من تربيحه. إذن الآن
اي اي واضع تربيع هنا واتي هنا على اثنين هاي واضعها سبسكريبت او سوبر سكريبت. طبعا سوبر سكريبت حتكون تربيع فتربعت الان ممتاز. اضعها في المنتصف اكبرها الى 14 بولد وايتاليك ثم اغير نمط الخط الى تايم سيريس. اوكي تايم سيريس عفوا تايم رومان. ثم الآن أقوم بتربيع هذه القيم 1 2 3 4 5 6 7 8 قيم أربعة. فإذا هنا آتي على الخانة هذه وأضغط الآن تساوي ماذا؟ تساوي هذه القيمة لكن برفعها تربيع للقوة تربيع. أضغط إنتر تربعت الآن أصبح التربيع. آتي الآن على المربع البسيط هذا الأخير أسحب الأخير حتى يطبق الصيغة على كل القيم الثانية. فهذا الآن هو عبارة عن مربعات الآن 14 سويتهم عندي مربعات الخطأ أو الفرق مربعات البواقي هاي مربعها مجموعها الآن. آتي على هذه الخانة أضغط تساوي صم بالحالة هاي صم اللي هو مجموع أفتح قوس وأظلل كل القيم ثم أغلق القوس أضغط إنتر بطلع عندي المجموع 10.071. إذن الآن قطعت 95% من حاشي. إذن هذه الآن S وهون عندي سكوير لكن بدي سكوير هذه أضعها الآن كمربع سوبر سكريبت. الآن هذه هاي التي أحتاج أضعها في المنتصف و 14 إيتاليك بولد بغير نمط الخط إلى تايم رومان. الآن هذه طبعا عندي السكوير تساوي 10. الآن هانت عندي عفوا هذه ليست بسحب كلامي هذا مجموع المربعات عفوا مجموع المربعات السكوير الآن هنا عفوا هذه الآن S سكوير هنا عفوا بعتذر كثير على هذا الخطأ البسيط. أضعها سوبر سكريبت أوكي وأضع الآن هنا تساوي الآن السكوير تساوي هذه القيم هذه القيم مقسمة على نون ناقص كي نون اللي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 ناقص 2 إذن 8 ناقص 2 لأنه معلمتين A و B 6. إذن هذا طلع عندي الـ S سكوير. هذا الآن بكل بساطة خلينا الآن أضع هذه في المنتصف وأختار هذه أجعلها تايم رومان أصبحت تايم رومان إيتاليك بولد وأرفعها لـ 14. هذه برفعها لـ 14 من حيث الحجم. اوكي اذا الان S سكوير هذه نحتاج الى الستاندرد ايرور ل A و B. اذا ضربنا هذه القيمه 1.6785 اللي هي حاصل قسمه لاحظوا لي حاصل قسمه اي 11 اللي هي مجموع مربع البواقي مجموع مربع البواقي قسمناها على نون ناقص 2 نون اللي حجم العينه 8 ناقص 2 2 اللي هي عدد المعلومات التي قدرناها 2 معناته عندي 10.071 مقسم على 6 تساوي 1.6758. هذا الآن هذه القيمة السكوير إذا ضربناها بالقيمة هذه وبالقيمة هذه تعطينا ما يسمى بتباين A وتباين B. دعنا الآن نضعها كما يلي. لماذا لا نضرب الآن حتى نخلص من نضرب الآن السكوير يعني هذه القيم الآن هنا لاحظوا لي بقدر أستخدم الآلة الحاسبة على سبيل المثال هنا هذه الآلة الحاسبة لاحظوا لي بعد إذنكم إن الآن 1.6758 ضرب ماذا ضرب القيمة الأولى في الـ X transpose X الانفرس اللي هي 0.3
خمسة سبعة ثمانية اثنين تساوي إذن الآن هاي تباين تباين A hat. ممكن نقولها كلها من هون copy أعمل لها copy هاي يعني ضللتها وكنترول copy وأضع هنا هذه القيمة وأنا أضع القيمة هاي هاي إذن هذه قيمتها هنا دعني أكبرها شوية طلعت عندي كل القيم الآن لاحظوا لي أرجع ثاني مرة وأضرب هذه القيمة في القيمة الثانية حتى يطلع عندي B وبالتالي أرجع إلى الآلة الحاسبة هنا ألغي كل الأوامر السابقة وأطلب الآن ضرب 1 فاصلة لهذه القيمة 6 7 8 5 ضرب فاصلة 0 1 0 8 8 تساوي طلعت عندي هذه القيمة بنسخها كلياتها نسخ يعني ضللتها ثم كوبي وأضعها هنا هذه القيمة إذا طلعت عندي الآن تباين هنا أضع الانحراف المعياري لها تساوي SQRT لإيش لهذه القيمة عفوا لا لازم تساوي SQRT أفتح قوس نسيت أضع أضع هذه القيمة وأضغط أوكي عفوا أضغط هذه الآن هو عبارة عن انحراف المعياري أو الخطأ المعياري نسميه إحنا فأضع هنا standard error وماذا of A وسكن القوس هنا عندي standard error طبعا أضح في المنتصف أوكي هنا standard error of B سكن القوس ثم أضعها في المنتصف حتى تكون واضحة هنا تساوي الآن أجي عليها طبعا الخانة هاي SQRT أفتح قوس وأضع هذه القيمة هنا وأغلق القوس Enter فبطلع عندي بالحالة هاي هذا الخطأ المعياري لـ A والخطأ طبعا A هات والخطأ المعياري لـ B هات الآن نقسم يعني قيمة T هنا قيمة T وB لا عفوا T لA لاحظوا لي قيمة T لA المحسوبة بظللها الآن وأضع الآن subscript أوكي أضع هنا بالوسط هذه أوكي وأضع الآن قيمة T اللي هي 13.64 اللي هي حاصل قسمة المعلمة على الخطأ المعياري لها فعندي 13.6435 مقسم على ماذا؟ مقسم على هذه اللي هي standard error أوكي هنا عفوا مقسم على ماذا؟ مقسم على هذه القيمة هنا أوكي اضغط enter لماذا؟ عفوا يعني يبدو أنه في خطأ هنا هنا تساوي نسيت أنا أضع أنها تساوي 13 فاصل ثاني مرة بعتذر على الاستعجال مرات يوقع الإنسان بالخطأ 64.35 مقسم عفوا مقسم على ماذا على هذه القيمة أوكي اضغط أنت بطلع عندي الآن T value عالي جدا وثم T لB هون T لB طبعا أذهب إلى هذه الخانة هنا وظللها ثم أضعها على subscript أوكي وآتي هنا بقسم الآن سالب طبعا سالب واحد عفوا تساوي نسيتنا تساوي سالب واحد فاصلة واحد تسعة ثلاثة اثنين مقسم على ماذا مقسم على هذه القيمة ثم أضغط enter الآن هذا وبالتالي الآن لاحظوا لي T value عالي نسبيا عالي يعني جدا دون من ناحية نسبية إذا ما قررناها بقيم أخرى فبالتالي هذه المعلمة تتميز بمعنوية إحصائية مقابل 6 درجات حرية لو نذهب على ما يسمى بجدول تي نجد بأنه قيمة 17 عالية جدا مقارنة هون طبعا سالب 8 لأن نأخذ القيمة المطلقة لها سالب 8.8829 تقريبا 9 إذا ذهبنا إلى
ممكن على جوجل يعني. بعد إذنكم الآن سأذهب إلى جوجل هنا وأفتح هذه الخانة هنا، وبدي سأطلب منه تي values table TBLE، أضغط إنتر بيطلع عندي هنا. لاحظوا لي قديش التيبل عندي عدد كبير منها، سأختار هذه. هذه لاحظوا لي الآن هنا مقابل درجات حرية، خليني أضع هيك أما بصور طبعا إن شاء الله. أوكي، هذه الآن جدول لا هو أعطاني بالعكس، خليني ألغي هذه أذهب إلى واحدة ثانية هون عفوا، خلينا نختار مثلا هذه، شوف نرى أيوة ممكن هذه أفضل واحدة بعد إذنكم. وهذه الآن عندي 6 درجات حرية هنا مقابل مهما كان طبعا هنا الوان تيل اللي هو الديل، يعني الاختبار على الطرفين ناخذه لي، فبختار الآن 1%، 99%. إذا 6 بالحالة هاي يجب أن تكون القيمة المحسوبة أعلى من هذه القيمة 3.707. ما يعني الآن بالعودة إلى الإكسل شيت بنلاحظ على أنه المعلومات التي قدرناها تتميز بمعنوية إحصائية عالية. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدمت الفائدة لكم، وإلى مقطع آخر إن شاء الله قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.